الله على بركة الله. هذا العام عجبتني بزاف الفكرة ديال الموسم كمصدر إلهام بالنسبة لبلا بلا كون في الفيرسون 3 ديالها. صراحة الموسم تيفكرنا في الذكريات ديال الطفولة كثيرة، وصراحة واخا أنا ماشي هذا هو المصدر الإلهام ديالي في هذه البريزونطاسيون، حيت أنا غادي ننقلكم الجو ديال البارود وديال التراب وديال الموسم لواحد الجو ديال ريحة الجورنال. باش كنت صغير سورتو في الابتدائي كان كيعجبني بزاف نمشي لواحد الصفحه خاصه في الجورنال، كنلقى فيها واحد الاسئله كيتشالنجوني صراحه، واحد النوع ديال الاسئله اللي كان قديمه كانت ديفلوبا فيهم كنطور فيهم سورتو في اللغه العربيه وفي الاساليب. مثلا كمثال ديال الاسئله، كاين هي اكثر من ظرفت الدموع في التاريخ. انا بديك الحموله الثقافيه اللي عندي في ديك الوقيته وداك الباجاج اللي على قد الحال بكل نيه نقول يمكن راه سعاد صابر، ولكن الجواب كان خطا. الجواب هو تماسيح نسبه الى دموع التماسيح. وهذا النوع ديال الاسئله وبزاف بحالهم صراحه تقدروا تعرفوا فين كاينين. كاينين في واحد البلاصه كتسمى الشبكه، ولا الكلمات المتقاطعه، ولا الكلمات المساهمه بحال اللي كتشوفوا قدامكم في ليكرون. وواحد من الاباطره اللي صراحه اللي كان فريمون تيعجبني نخدم الشبكات ديالو هو السيدي كيف التصويره هنايا. بغيت نقول له شكرا بزاف سي عبد القادر وسط معروف بابو سلمى، ما تنعرفو ما تيعرفني، ولكن صراحه بزاف ديال الحوايج تعلمتو معاه، شكرا بزاف. دونك انسبيري من هذا الشيء هذا غندير لكم اليوم انا واحد الكروس وورد، غادي ندير انا واحد الشبكه ديالي اللي مكونه من واحد 13 سؤال وغنحاولوا ان شاء الله نجاوبوا عليها كاملين. هي هي القضيه هنا ماشي غير غادي تعلموا اليوم، غادي تقدروا حتى تربحوا ليرن اند ايرن. كيفاش؟ كاين واحد المسابقه والقواعد اللعبه ديالها ساهلين، غادي تبقاو تجاوبوا في الشات على دوك الاسئله اللي غنبقى نسول، يعني هذوك الحوايج اللي غيكونوا في الشبكه ديالنا. ومنين غنسالوا البريزونطاسيون تسالي بلا بلا كونف كامله ان شاء الله، غادي نرجع لليوتيوب نشوف الناس اللي جاوبوا على هذوك الاسئله، واكثر واحد ولا اكثر ناس جاوبوا على الاسئله غادي نصيفط لهم كونتاكتهم ان شاء الله، ونصيفط لهم واحد المجموعه ديال الاي بوكس اللي عندهم علاقه بالموضوع ديالهم اللي هو كلاود نيتيف. على بركه الله نبداو بالسؤال الاول. هنا تنقلبوا على واحد الكلمه فيها 11 الحرف، وشنو تنقلبوا على ذا كاباسيتي تو انكريز ان بيرفورمانس اور سايز ان ريسبونس تو هاي ديماند. ردوا بالكم واحد القضيه، كل سؤال نسول غيكون واحد التايمر ديال 5 سيكوندز موراها ما غاديش نبقى نقبل الاجوبه. على بركه الله. والسؤال ولا بلوتو الجواب اللي كنا تنقلبوا عليه هو سكيلابيليتي، وتبارك الله على الناس اللي جاوبوا الا قدروا لقاو الوقت باش يجاوبوا حيت اليوم فريمون بريسي غادي نزربكم معايا شويه. المهم منين غنبقى نجاوب على شي سؤال هنايا غادي نحاول ندير عليه موراها واحد الكومونتير صغير، والا قبلتو اون سكي كونسيرن سكالابيليتي غنبداو بواحد البيزك سينجل سيرفر سيت اب. تنظن بان الدراري قبيله راه شبعونا بزاف ديال النوع ديال لي توكس هادو، وكانوا البارح حتى دي توكس زوينين. دونك عندنا واحد الكلاينت غيصيفط واحد ريكويست لواحد الويب سيرفر اللي غاتكونيكتا مع واحد الدارابيز يقرا منها ويكتب اتسيتا. دونك الا بغينا نسكيلو هاد الاركيتكتشر هادي كيما شفنا قبيله مع السي زوز، يا اما غدير واحد الفيرتيكال سكيلين يعني غتنكريز السي بي يو رام والديسك والمسائل ديالك، اولا غدير واحد الاوريزونتال سكيلين غتدوبليكي السيرفر ديالك. دونك الا جينا نسكيلو شنو الحوايج اللي نقدروا نديرو؟ كيما قلنا ندير واحد الاوريزونتال سكيلين، نقدروا نفكروا حتى في الاوتو سكيلين. هنا غيخصنا واحد لود بالانسر باش نديستريبيوتي اللود على السيرفرز ديالنا، غيخصنا ممكن واحد السي دي ان باش نديليفرو داك ستاتيك كونتنت اللي عندنا نقربوه للكلاينت. Maybe the cache for expensive and frequently accessed data. دونك حتى هي واحد الاوبشن مزيانه تعاوننا نقادوا الامور حسن. نقدروا نفكروا في ريبليكيشن ديال الدارابيز ديالنا، كاين بزاف ديال التكنيك باش نقدروا نخدموا ونخدموا بالموديل ديال ماستر سليف، نفكروا في الشاردين، نفكروا في بامال ديال الحويجات هنايا ما غاديش نتعمق فيهم بيان سور، كما قلت غادي نعلق ما غاديش نبقى نشرح. اي نحاولوا نشوف واحد القضيه اخرى هي اننا نفكروا حتى في واحد ملتيبل داتا سنترز باش الا وقع لنا شي مشكل في واحد نقدروا نمشيو لو نمشيو للداتا سنتر الاخر اللي باقي خدام. دونك السؤال الثاني الى سمحتوا خليكم مركزين معايا، تنقلبوا هنا على واحد الكلمه فيها 8 ديال ليترز، وهنا تنقلبوا على degree of interdependence between software modules. هاد الحاجه اللي كنقلبوا عليها ديما قبل منها خصها تكون واحد لادجيكتيف من الاحسن يكون لوز ولا ويك. دونك لونسيو العداد ديالنا وعلى بركه الله. هنا تنقلبوا على الكابلين، الكابلين تنقولوا لوز كابلين ولا ويك كابلين. الا سمحتوا غادي نعلق عليها واحد شويه بيان سور، غنزيدوها في الشبكه ديالنا بالسيلوبيك الراعي الرسمي ديال هاد البريزونطاسيون، وغنجيبوا هنا واحد الاركيتكتشر واحد الاركيتكتشر اللي هي تري تير. الا شفنا التو تير دابا نديرو تري تير، نقسموا ما بين الويب تير والابليكيشن تير. وكيف ما كتلاحظوا هنايا غيبان لكم بانه ما بين هذوك الكومبوننتس ديالنا اللي هما واحد الفي امز واحد الانستانس هنايا
كاين بزاف ديال ريليشن شيبس و سترونغلي كونيكتد. ان المشكل اللي تيوقع عندنا هو الا طاحتنا وحده من دوك الفي ام سون بان غادي تافيكتي لنا السيستم ديالنا كامل، غيقع عندنا بزاف ديال المشاكل. مشكل اخر هو الا بغيت نسكيلي غتجيني صعيبه بزاف انني نسكيلي وسط هذيك الشبكيه كامله اللي عندي تما. دونك سي با ايفيدون نخدموا بهذه الطريقه هذه. هنا في هذا لوكاس نهضروا على تايتلي كابلين ولا الكوبلاج فور بالفرنسي. اللي خصنا نردوا ليه البال هو انه الكابلين تيكون بزاف ديال المستويات، ماشي في مستوى واحد كيما وريتكم هنايا. يقدر يكون في الابليكيشن ليفل، يعني كي كونسير الابليكيشن، اولا في البلاتفورم كابلين واحد ما بين واحد كومبوننت اللي هما ايتروجينس في السيستم ديالنا. يقدر يكون كوتي ريزو توبولوجي وبروتوكولز ايتترا، وكيما يقدر يكون كوتي ران تايم ملي كندير واحد بلوكين اوبريشن في واحد سينكرونس ميساج باردون سينكرونس كوميونيكيشن. باش نقدروا ندوزو من تايتلي كابلين لوزلي كابلت سيستم، نقدروا نزيدو واحد الانترميدياريز، واحد لي زانترميديير وسائط، بحال مثلا لود بالانسرز اللي شفنا قبيله. نقدروا نزيدوهم، هادو غادي ميتيغيو شويه، غادي نقصوا لنا ديك الكابلين اللي تنهضروا عليه. كاين وغادي بيان سور دون سو كان ايفيتيو الفيلرز والسكيلين، السكيلين المشاكل اللي يقدروا يوقعوا لنا ملي يكون عندنا واحد تايت كابلين. كاين طريقه اخرى هو يوزين واحد شانلز، يقدر يكونوا بوينت تو بوينت ولا باب ساب ولا حاجه اخرى. انا غنعطي واحد ليكزامبل صغير بالبوينت تو بوينت. غنبداو بالويب تير ديالنا، تصيفط واحد الاسينكرونس ميساج لواحد البوينت تو بوينت شانل، تقدر تكون واحد الكيو لي بار لا سويت هي اللي غتصيفط لنا الميساجز ديالنا الابليكيشن تير باش تكونيكتا بار لا سويت للداتابيز. هاد الطريقه هادي كتخلينا نكون عندنا واحد سيستمز اللي هما لوزلي كابلد. فوالا علاش لوز كابلين مهم بزاف، حيت كيخلي التيمز ديالنا يديفلوبي وديبلوي سكيل اندبندنتلي، ماشي بقاش ديبوندون تيم واحد اخرى ولا شي حاجه واحده اخرى. وهادشي كيعاوننا باش امبروفي وانكريزي تيم برودكتيفيتي. ندوزو دابا السؤال الثالث، وهنا في هذا السؤال تنقلبوا على the ability to recover quickly from failures. وهنا الكلمه هذه تنقلبوا عليها فيها 10 ديال الحروف. لونسيو العداد ديالنا ونشوفوا نديروا واحد لو بيتي كومونتير ابخي ان شاء الله. والكلمه اللي تنقلبوا عليها هي resiliency. برافو الناس اللي لقاوها، المهم جو بونس الديفينيشن ديالها راه هي ديك اللي حطيت الفوق واحد الطريقه مختصره بيان سور. جاي نكومونطيوها دونك زدناها في الشبكه ديالنا ونكومونطيوها بواحد ليكزومبل، ما غاديش نهضر عليها بصفه عامه، نيلوستري بواحد ليكزومبل. هنايا عندنا واحد موبايل ابليكيشن بغات تصيفط واحد ريكويست دو تيب بوست لواحد السيرفيس اي، اللي هو بحد ذاته غيعاود يصيفط ديك ريكويست للسيرفيس بي، حيت نورمالمون السيرفيس بي هو اللي خصو يخدم عندنا. اوغ كو داك السيرفيس بي عنده واحد المشكل، از داون فور فيلير ولا مينتيننس ولا اللي كان. دونك شنو تيوقع لنا هنايا، داك السيرفيس اي تيبقى كيتسنى، ومني كيتسنى تيكونسوم لي ريسورس ديالو، يقدر حتى هو واحد الوقيته يولي بلوكت ويتين داك السيرفيس بي جاوبو. دون سو كتولي حتى الموبايل ابليكيشن هو الكلاينت ديالنا تيتسنى، وتيوقع عندنا واحد المشاكل. بدينا بواحد البارشل فيلير، يعني واحد السيرفيس بي اللي تكاسكازات لينا، مشات لاي ومشات لهذا الكلاينت، يولي عندنا واحد الاوتج في السيستم ديالنا كامل. دونك السؤال اللي نطرحه هنا، هاو كان ذيس سيستم كويكلي ريكفر فروم اتس فيلير، كيفاش نقدروا نعتقلوا الموقف اسرع طريقه ممكنه. بيان سور ما غاديش نقول لكم عندي العصا السحريه، ولكن كاين دي تكنيك معروفين غادي نبارطاجي معكم شي وحدين. مثلا نفكروا في نتورك تايم اوتس، يعني انا السيرفيس اي اون فوا غنصيفط واحد ريكويست ما جاوبتينيش او بو ديال كلكو سكوند ولا هذا، غادي نحبس ونمشي ندير حاجه اخرى، ما نبقاش نتسنى. كاين الطريقه الثانيه هو ريت ليميتين، هو غنصيفط مثلا واحد 4 ولا 5 ديال الريكويست، الا شفت ما كاينش عندي جواب ما غاديش نصيفط السادسه ولا الخامسه، دونك غادي نستوبي وغادي ندوز ندير حاجه اخرى. كاين نستعملوا سيركويت بريكين، اللي هو واحد بيس اوف سوفتوير كيكون في ليطا ديالو اون، يعني خدام، تيتصيفط ريكويست عادي. اون فوا تيتصيفط واحد ريكويست تيطيح السيرفيس بيون بان، وتصيفط واحد العدد ديال ريكويست ما تيدوزوش، دونك ما تنلقاوش لي ريبونس ديالهم، تيسويتشي ديك الساعه الاوف وتيويتي واحد شويه بيد ما تحل المشكل في البي، عادي يعاود يصيفط لما هوبفلي تكون ديك الساعه تحل المشكل في البي. دونك كاين واحد الطريقه اخرى عاوتاني، هي من بعد باش كديبلوكي راسك في هادشي كامل، من الاحسن تبقى ديما تجاوب الكلاينت بواحد الكاشد ريسبونس ولا واحد ستاتيك ايرور اللي تقدر تعطيها له، باش يديباني بها راسو حتى هو ما يبقاش يتسنى بلا ما تبقاو مبلوكين في هادشي كامل. دونك هنا في الواقع شنو تنديروا، تنديروا كومبينيزون ديال هاد الاربعه لي تكنيك اللي بغيتكم وحوايج اخرين بيان سور اللي نقدروا نلقاو. غير هو كما قلت في الاول هذاك كان غير اكزامبل ديال ريزيلينسي، ما الا بغينا نهضروا على ريزيلينسي تكنيكس ان جينيرال. دونك كاين عندنا نفرقوا بواحد لاسبي ديال الدوغري ديال الاوتونومي ديالهم، واش اوتونوموس ولا مانويل ولا هايبريد بيناتهم جوج. نقدروا نشوفوا واش باسيف ولا اكتيف، يعني واش كنديروا الوقايه ولا كنديروا العلاج. ونقدروا نشوفوا ا كاين نيفو يقدروا يتامبليمونطا، واش نيفو دايره ولا سوفتوير ولا هاردوير ولا بلاصه اخرى. اوكي دونك هذه كانت لمحه على ريزيلينسي. السؤال الرابع ولا الكونسيبت الرابع اللي تنقلبوا عليه هنايا، تيتكون تاو من 10 ديال الحروف، وشنو تنقلبوا؟ able to be controlled or dealt with without difficulty. هنا تنقلبوا على واحد ادجكتيف. دونك لونسو العداد ديالنا، هادشي مديكالي ولكن غادي نحتارم 5 ديال لي سكوند.
فوالا تنقلبوا على مانجبل واوباما تيصفق عليك الا لقيتيها برافو عليك مانجبل وات داز ات مين دونك نزيدوها حتى هي في الشبكه ديالنا تنقلبوا على مانجبل وات مانجبل سيستم باي سيستم اي مين ابليكيشن اند انفراستراكشر جو بونس نستعمل بزاف هاد التولك هذا دونك مزيان نعقلوا عليها هنا دونك السيستم از سيد مانجبل وين يو كان دو وات يو كان كونفيجور موديفاي ديبلوي كنترول سوبرفايز هذاك السيستم بواحد الطريقه اللي سهله اي خفيفه يعني رابيد كويكلي اند ايزلي دونك هذه هي المصطلح ديال مانجبل سيستم يعني تقدر دير واحد العدد ديال الاوبريشنز على داك السيستم كويكلي اند ايزلي ندوزو للسؤال الخامس هنا الحاجه اللي تنقلبوا عليها مكونه من 13 ليترز وهنا بداو الشبكه ديالنا كتعبر بداو تيبانوا لنا شي كلمات كاين البي والاي والال وهنا علاش تنقلبوا تنقلبوا على دي ابيليتي تو ميجر ذا انترنال ستيتس اوف ا سيستم باي اكزامينين اتس اوتبوتس يعني واحد السيستم تيعطيني واحد الاوتبوتس انا من هذوك الاوتبوتس نفهم شنو واقع فيه الداخل دونك لونسيو الكونتور ديالنا ونشوفوا شكون هما الناس اللي يقدروا يجاوبوا لنا على هذا السؤال سؤال صراحه معروف والجواب هو observability well done إلا كنتي من الناس اللي جاوبوا جواب صحيح بارابور هذه القضية دونك نزيدو حتى هي في الشبكة ديالنا ونشوفو نهضرو على شنو هو الـ observability ما قبل ما نهضر على الـ observability نهضر واحد الكونسيبت اللي قريب له اللي هو المونيتورين المونيتورين شنو هو هو collecting storing and visualizing certain set of metrics exposed by the system system هي الـ Apple infrastructure ديالك and why do we monitor لو ثلاثه ديال الحوايج بيزيكلي هما بروبلم ديتكشن يقدر يكون عندهم علاقه بالبيرفورمانس ولا بالسيكوريتي ترابل شوتين بغيت نحل واحد المشكل اولا ريبورتين اند امبروفمنت باش نطور ولا نحسن داك السيستم ديالي وات دو وي مونيتور يعني شنو تمشي نجيبو شنو هما التيب ديال الداتا اللي تهمونا الداتا اللي عندها علاقه بالديماند شحال كي ديماند على السيستم ديالنا الورك لود والريسورسز اللي كيكونسومي السيستم ديالنا خصنا نعرفوا بان المونيتورين راه كاع على زوج قبيله كاين بزاف ديال الكاتيجوريز ولا ديال تايبس اوف مونيتورين انسترومنتيشن كاين سينثيتيك مونيتورين كتصيفط واحد ترانزاكشن اللي هما سينثيتيك اللي زعما ارتيفيسيال وكتشوف لواحد الاين بوينت كتشوف شحال الوقت يجاوبك ايترا اند يوزر مونيتورين هو كتشوف بيهافير ديال داك اليوزر في السيستم ديالك في الابليكيشن ديالك كاين سيستم مونيتور اللي معروف دوك هذا هو المعروف بزاف دوك الميتريكس ديال السي بي يو الميموري ديسك والنيتوركين شحال كتكونسومي فيهم كاين نيتورك مونيتورين اللي تيديروه لي زادمينستراتور ريزو تيخدموا بواحد لي بروتوكول سبيسيفيك بحال اس ان ام بي ولا الاركيتكتشر بحال نيت فلو تيديروا واحد الاكتيفيتيز بحال باكيت اناليزيز ولا هذا باش ياخذوا دي زانفورماسيون عندهم علاقه بالنيتوركين وكاين الابليكيشن مونيتورين اللي هو اللي تنحاولوا نديتيكتيو فيه كاع البروبليمز اللي يقدروا يكونوا عندنا في الابليكيشن ديالنا بحال البوتل نيكس الكود ايشوز ولا البور كويري بيرفورمانس ولا دي شوز بحال هكا ونقدروا مثلا نخدموا بتريسين تريسين بحال واحد الفرع من هذا الابليكيشن مونيتورين ملي يكون عندك واحد ديستريبيوتد سيستم وخلاص في الاخر كاين عندنا اللوج مونيتورين اللي هو تمشيو مونيتورو داك اللوج فايلز ديال السيرفرز ديالنا والابليكيشنز والنيتوركس ايترا دابا هضرنا على المونيتورين شنو هي الاوبزرفابيليتي اللي اصلا حنا تنقلبوا عليها هي جوين بيوند مونيتورين صافي دير كوا صافي دير observability is about collecting different types of metrics يعني غدير واحد الاعداد الانواع ديال المونيتورين ديال اللي شفنا دابا and combining them هاد المتريكس هادو to extract some business metrics يعني ما كتبقاش تشوف هادوك المتريكس لدان بوينت في تكنيك مي كتحاول تشوف داك تتحولهم واحد البيزنس متريكس علاش in a way that can tell you how healthy is your system باش كتعرف السيستم ديالك واش healthy ولا لا واش خدام مزيان الى اخره وعلاش observability مهمه عندنا ان observable system تعاوننا ولا تعطينا واحد الدائره اللي هي actionable and meaningful يعني نقدروا نستغلوا ديك الدائره to achieve favorable outcomes بحالاش بحال faster incident responses ولا increase ديال developer productivity ولا حويجات بحال هكا and do things in less toil with less toil and downtime يعني هادو هما الاهداف ديال observability اوكي ندوزو دابا للسؤال السادس في الشبكه ديالنا وتنقلبوا على واحد الكلمه صغيره اللي مكونه من سته ديال الحروف شنو هي ideally it should be frequent predictable and with minimal toil شنو هي الحاجه اللي كنقلبوا عليها لونسيو الكونتور ديالنا ونشوفوا الجواب ابخي ان شاء الله والجواب كان هو change تنقلبوا على change has to be frequent predictable and with minimal toil نشوفوا زيدوا بيان سور في الشبكه ديالنا هنا تنهضروا على high impact change بحال مثلا adding a new feature to the application ولا reconfiguring your infrastructure هادو سي ديز اكزامبل ديال change هاد change هادو كيفاش خصو يكونوا كيما قلنا سيكونوا rapid ديرهم دغيا ديرهم دي مانيا فريكونت يعني وقت ما حتى جيتيهم ديرهم predictable يعني ملي تجي ديرهم ما تتفاجئش بشي حاجه في نص الطريق and with minimal toil يعني باقل مجهود ممكن علاش هادشي خصو يكون بهذه الطريقه to deliver value to the end user هادشي هو الهدف ديال high impact change اللي خصو يكون rapid frequent etc باش في الاخر تعطي اليوزر ديالك واحد الفاليو في السوفتوير اللي كتعطيه
وعلاش اصلا خصنا نعطيو الفاليو للاند يوزر ونخدمو بهذه الطريقه هذه تو امبروف كاستمر ساتيسفاكشن، وباش تكون عندك واحد البلاصه في المارشي اللي هو تري كومبيتيتيف باش تقدر تجرو الريفينيو ديالك. دونك هذه هي المعادله سهله وبسيطه. ندوزو دابا للسؤال السابع اللي تنقلبوا فيه باردون على واحد الكلمه فيها 10 ديال الحروف، وهذه الكلمه جوبونس سهله فيها الاي في الوسط، نو نيد تو هيومن انترفنشن. علاش كنقلبوا هنايا؟ لونسيو الكونتور ديالنا ونشوفوا الريبونس ابري ان شاء الله. دونك الجواب هو اوتوميشن، دونك نو نيد تو هيومن انترفنشن هي الاوتوميشن. في الاوتوميشن غادي نزيدوها، راه تزادت عندنا في بلاصه 7، وغنشوفوا بعدا قبل ما تكون عندنا الاوتوميشن شنو هما المشاكل اللي كانوا عندنا. يعني الا جينا نشوفوا واحد الاي تي انجينير تيخدم بواحد التيرمينال تيمشي كيفاش كيجري لافرا ديالو، مثلا تيكونفيغوري الداتا ستورج ديالو ولا تيدير روت نيتوركس ولا كري انستانسز ولا هذا، تيديرهم بواحد الطريقه اللي هي مانوال. ودونك ملي كنهضروا على المانوال تيكون تو ماتش امبورطانت تايم وتيكون ايرور برون هادشي هذا. دونك باش نحلوا هاد المشاكل كاين واحد الكونسيبت سميتو الانفرا اس كود. شنو هو الكونسيبت؟ انك تتمانج وكات بروفيجن الانفراستراكشر ديالك اون اكريفون دو كود تو سامبلومون. هاد الانفرا اس كود كتاخذنا جوج ديال لي فورم. دونك عندنا جوج لي كاتيجوري ديال التولز، عندنا الانفراستراكشر بروفيجنين تولز بحال تيرافورم اللي تيعاونك دير الانيشال سيت اب ديال الانفرا ديالك والمانجين ديال ديك الانفراستراكشر اللي كريتي في الاول، وكاين عندنا الكونفيغوريشن مانجمنت تولز بحال انسيبل اللي تيعاونونا نديرو انيشال سوفتوير سيت اب، تانستالي شي سوفتوير ولا شي حاجه اون مانجين ديالو بار لا سويت. كاين واحد الكونسيبت اخر عنده علاقه بالاوتوميشن، مي سيت فواسي ماشي بالانفرا بروفيجنين ولا الكونفيغوريشن مانجمنت، مي بلوتو بالديبلويمنت. شحال هادي باش كنا كنبغيو نديبلوي واحد الفيتشر، كنا كنكتبوا الكود كنتسناو من بعد كنبيلدي كنتسناو كنديبلوي تو ستيجين كنديروا لي تيست كنتسناو عاد كنديبلوي تو برودكشن. علاش ديك تنتسناو؟ حيت كانت الهيومن انترفنشن تما. دونك الهدف عندنا هو نحيدوا دوك لي مومون ضاري ودوك لي مومون ديال ويست تايم اللي كنضيعوا وحنا كنتسناو واحد اخر ولا دي شوز بحال هكا. دونك شنو الفكره؟ اننا غنخدموا بواحد البايبلاينز معروفين بالسميه ديال سي اي سي دي بايبلاينز، اللي هما واحد اوتوميتد اكشنز اند ترانزيشنز from checking to production to simplement معروفين كلشي تيهضر عليهم. دونك سي اي في ريفيرونس للكونتينوس انتجريشن، والسي دي تقدر كونتينوس ديليفري ولا كونتينوس ديبلويمنت، واحد كونسيبت اللي معروف كلشي تيعرفو بيان سور. دونك ندوزو دابا للكيستيون الثامنه اللي تنقلبوا لواحد الكلمه صغيره فيها 5 ديال الحروف ولكن مهمه بزاف. دونك نقدروا نسميوها it's a modern and dynamic environment it can be private pardon public or hybrid. ولونسو الكونتور ديالنا جو بونس راكم عرفتوها كاملين، 5 لي سكوند دغيا تدوز عارف، ولكن غادي ندير مجهود ان شاء الله غيكون الخير. دونك كلشي غادي يربح معنا. دونك كلاود تنقلبوا على كلاود بيان ايفيدامون، والكلاود غادي نزيدوها عندنا في الشبكه. الكلاود كتعجبني الديفينيشن ديال اي دبليو اس، تقول كي تسنن ديماند ديليفري اوف كومبيوتر باور ديتابيس ستوريج ابليكيشنز اذر اي تي ريسورسز فيا دي انترنت ويد باي از يو جو برايسين. جوبونس شي حاجه اللي معروفه ما غاديش ندخلوا في التفاصيل بزاف. كتعجبني حتى ملي تي ديفينيو الكلاود تيقول لك كيخليك تشوف ولا تفكر في الانفراستراكشر ديالك از سوفتوير انستيد اوف سينيس از هاردوير. هذه واحد الحاجه اللي كتعجبني كفكره. وبيان ايفيدامون عندنا الكلاود سيرفيس مودلز اللي كيمشيو من الاي اس باس للساس، وفي ما كتزيد فيغ الساس كيولي عندك لاس كنترول اوفر اي تي ريسورسز. وخلاص كاين كما قلت في السؤال قبيله يقدروا عندنا واحد 3 ديبلويمنت مودلز، بابليك كلاود هايبريد كلاود وبرايفت كلاود. جوبونس البارح كان شي تولك على هذا الشيء، تقدروا تدخلوا تشوفوا بلوس دو ديتاي على هاد لي كونسيبت. ندوزو دابا للسؤال التاسع اللي كنقلبوا فيه على واحد الكلمه اللي نقدروا نديروا فيها 12 ولا 13، ديك 13 الا زدنا واحد الاس في الاخر، وهي اتس ان اركيتكتشرال ستايل، واحد ستايل داركيتكتشر وير سوفتوير از كومبوزد اوف سمول اند اندبندنت سيرفيسز. يعني واحد السيرفيس صغيرين واندبندون تنقلبوا عليهم. ونلونسيو الكونتور ديالنا شوفوا شكون يقدر يجاوب لينا على هذا السؤال اللي تيبان لي انا ساهل صراحه. على بركه الله جود جوب بالنسبه للناس اللي عرفوها، هي المايكرو سيرفيسز، تقدر تزيد الاس في الاخر ولا تحيدها، كل واحد كيفاش كيخدم بها. وغنزيدوها في الشبكه بيان سور ونعطيو واحد الكليمس حتى هي. دونك كنا في الاصل تنخدموا شحال هذه بواحد المونوليتيك ابليكيشنز، يقدر تكون لايرد ولا اكزاغونال ولا اللي كانت، المهم تيكون عندك واحد سينجل ديبلويمنت يونيت اوف اول يور كود. هذه هي اهم حاجه باش نديفينيو المونوليث. بار لا سويت تندوزو بيان سور كاينين دوتر ستيل ديال لي زاركيتكتور، مي اللي تيهمنا انا هو المايكرو سيرفيسز اللي هو ملتيبل ديبلويمنت يونيتس كونيكتد ثرو ريموت اكسس بروتوكولز. دونك هنا شنو تيولي عندنا؟ هذا سي ستيل داركيتكتشر لي ديستريبيوي، شاك ميكرو سيرفيس تيدير واحد الحاجه وتيديرها مزيان، كونيكتي مع الداتابيز ديالو ولا الداتا ستور ديالو كيما بغا يكون، وتيكومونيكيو بيناتهم بواحد ليت ويت ميكانيزمز تو سامبل.
علاش الميكرو لي مايكرو سيرفيسز زوينين وشنو هما لي زافونتاج ديالهم؟ تيعطيونا بلوس داجيليتي في البروداكشن ديالنا، حيت تيولي عندنا واحد سمول تيمز اندبندنت اوتونوموس، يقدروا فاسيلمون يزيدوا الفيتشرز ايتترا. عندنا التكنولوجي فريدم، يعني كل تيم بويسكو اندبندنت تقدر تفكر في واحد مثلا تكنولوجي، تنهضر ماشي غير لونغاج دو بروغراماسيون الفريم ورك، مي اوسي حتى ستايل اوف داتابيز ولا التولين ديالهم ولا اي حاجه بغاو. فليكسيبل سكيلين، نقدر نسكيلي غير واحد مايكرو سيرفيس ونخلي لي زوتر، يعني تنسكيلي واحد المانيير لي اوبتيمال، ماشي تنسكيلي الاب ديالي كامل في الكا ديال المونوليتس. ايزي ديبلويمنت، حيت السيرفيس يولي صغير دونك تقدر فاسيلمون تيستيه وديبلويي بالاوتوماتيزاسيون اللي شفناها قبيله ديال السي اي سي دي بايبلاينز. وفي الاخر ريزيليانسي، كما شفنا في ليكزومبل ديال قبيله، عندنا بزاف لي ميكانيزم، حيت ان سيستم ديستريبيوي تقدر ديباني راسك باش تحل شي مشاكل، واخا راه سي با ايفيدون بيان سور. دونك الكويشن 10 ولا السؤال رقم 10، هذه حتى هي واحد الحاجه اللي ساهله، كلشي تيهضر عليها، مكونه من 9 ديال الحروف، كتبدا بالسي وكتسالي بالار. اتس ا لوجيكال اوبجيكت ذات باكيجز ان ابليكيشن اند اول وات ات نيدز تو فانكشن بروبرلي. لونسي الكونتور ديالنا، و جو بونس كلشي غيعرف هذه القضيه هذه. كان التيم ديال البارح تيدور عليها بيان سور، وما الكونتينرز ولا الكونتينر في الا جينا نهضروا على واحد. What is a container seen from a developer perspective? كما قلت في السؤال, it's a logical object اللي كتحط في الابليكيشن كود ديالك مع all what it needs to run in any environment, يعني runtime engine dependencies configurations etc. ولكن الى جينا نشوفوا الكونتينر from a machine perspective, هي كتشوفها بحال running process with resources and capability constraints managed by computers operating system. ناخذوا الكيس ديال لينكس. دونك لينكس عنده واحد دو كونسيبت اللي هما سي جروبس والنيم سبيسز. سي جروبس سي ليميتي لك لي ريسورس اللي تقدر يكونسومي ان بروسيسوس، والنيم سبيسز سي ليميتي لك فيزيبيليتي ديال داك البروسيسوس شنو يقدر يشوف ايتترا. دونك هادو كيتستعملوا بور كري دي كونتينر. باش تخدم بالكونتينرز خصك واحد الكونتينر انجن اللي معروف بزاف هو دوكر، مي كاينين وحدين اخرين بيان سور، وغالبا تيحترموا واحد الاو سي اي ستاندردز باش يقدر يكون داكشي خدام بارتو. والمشكل اللي جاي حلنا الكونتينرز هو ران ايفريوير، هي البورتابيليتي، يعني تقدر تيكزيكوتي الاب ديالك في ديفلوبر ورك ستيشن ولا في تيست انفايرمنت ولا في برودكشن انفايرمنت، ما كاينش اشكال طونك راك مانستالي تما واحد دوكر ولا واحد الكونتينر انجن. هنا غنهضروا واحد الكونسيبت اللي سميتو الكونتينر اوركستريشن. المشكل اللي جاي حلينا هو انه ملي كيولي عندك ات سكيل، تنهضروا على مليونز اوف كونتينرز اللي خصك، ولا مليونز واقيلا بزاف، المهم واحد الالاف ديال الكونتينرز خصك تجيريهم وتجيري النيتورك كومونيكيشن ديالهم ودي شوز بحال هكا باش دير هاد الخدمه مانيولي، يعني مانيولمون شويه قاصحه الا ما قلناش امبوسيبل. داكشي علاش خرجت الكونسيبت اللي هو كونتينر اوركستريشن، اللي جا باش اوتوماتيزي لنا هاد المانجمنت تاسكس هادو. دونك الكونتينر اوركستريشن كيدار واحد كونتينر اوركستريشن المعروف بزاف هو كوبرنيتيز، ما كاينش غير هو ولكن بيان سور هو اشهر واحد، اللي تيخلينا ندير واحد ديبلويمنت ولا سكيلين ولا اوتو سكيلين اوتو هيلين بزاف ديال الحوايج اخرين بواحد الطريقه اللي هي اوتوماتيزي. الا بغينا نهضروا على الاركيتكتشر ديال كوبرنيتيز ما غاديش نطول فيها بزاف، ولكن اللي بغيت نوريكم هي البلاصه فين تيتيكزيكوت الكونتينرز. تحطوا وسط واحد الاوبجيكت كيتسمى البود، وهذاك هو السمول يونيت اللي كيريزوني بها الكوبرنيتيز. وهنا عندنا واحد كلاستر كومبوزي من واحد ثلاثه ديال النودز، واحد تيتسمى الماستر نود ولا الكونترول بلين ديال كوبرنيتيز، والاخرين وركر نودز هما فين كيتيكزيكوت الكونتينرز داون. ندوزو دابا للسؤال رقم 11، وهنا كنقلبوا على واحد الكلمه كومبوزي من جوج ديال اون فيت كومبوزد وورد، فيها 11 الحرف وتيم فيها واحد السي والاي هنايا. ديديكيتد انفراستراكشر لاير فور هاندلين سيرفيس تو سيرفيس كوميونيكيشن. دونك تنقلبوا على واحد الكونسيبت اللي شويه جديد يبان، كانوا دي توكس عليه، كانوا دي حلقات في جيكس بلا بلا داروا عليه. دونك لونسي الكونتور ديالنا ونشوفوا شكون اللي يقدر يعرف الكلمه كومبوزي من جوج ديال البارتيات كنقلبوا عليها. الكلمه هي سيرفيس ميش، برافو الناس اللي عرفوها واللي لقاوها. شنو هو سيرفيس ميش؟ قبل ما نقولوا شنو هو غادي نفرشوا شويه الامور. دونك اللي خصك تعرف سي كو الكور كابابيليتيز ديال كوبرنيتيز مزيانين، تيديروا بزاف ديال الحوايج، ولكن راه مالوريزمون كوبرنيتيز ما يقدرش يحل لك كاع المشاكل ديال الدنيا، حاجه عاديه حيت عنده واحد البيربز ديالو. مثلا الا جيتي تخدم بالمايكرو سيرفيس باقي بزاف ديال الحوايج اللي ما تيحلهمش كوبرنيتيز، بحال ترافيك مانجمنت، سيكورين ذا كوميونيكيشن بين سيرفيسز، اوبزرفين انتراكشنز بين سيرفيسز، مانجين تايم اوتس اند كوميونيكيشن فيليرز ايتترا. دونك هادشي هذا نقدروا نقولوا بان البوان كومون بيناتهم اتس ان انفراستراكشر ريليتد كونسيرنز.
مزيان. هنا جينا نخدمو ولا سيرفيس ماشي يخدم واحد الباترون كيتسمى سايد كار. وات از سايد كار؟ نريزونيو عندنا واحد البود اللي هو داك الاوبجيكت اللي كنحطو فيه الكونتينرز كما قلنا. تنحط فيه الكونتينر ديال السيرفيس ديالي اللي فيه البيزنس لوجيك ديال الميكرو سيرفيس، وتنزيد معاه واحد سايد كار اللي هو واحد كونتينر واحد اخر اللي هو كنحط فيه ديك اللوجيك اللي غتجري ليا دوك لي بيزوان اللي تنقلب عليهم في المايكرو سيرفيسز. علاش كيتسمى سايد كار نسبه لهاد البلايصه نص بلاصه اللي زايده مع هاد الموتور اللي عندنا هنايا؟ دونك الا شدينا واحد الابليكيشن ولا واحد المايكرو سيرفيس ابليكيشن ديالنا وزدنا فيها كل مايكرو سيرفيس زدنا معاه السايد كار، عطينا شي حاجه بحال هكا. داكشي علاش تسمات سيرفيس ماش، حيت كرينا داك المياج ما بين لي سيرفيس. دونك في اخر مطاف شنو هو سيرفيس ماش؟ انا بالنسبه ليا تعجبني واحد الديفينيشن شفتها سموير، اتس ا نيو تكنولوجي ايمين تو سولف اولد بروبلمز باي امبليمنتينغ كلاسيكال باترنز اللي هو سايد كار في لوكا ديالنا وحوايج اخرين عاوتاني بلا ما ندخل في لي ديتاي. اوكي ندوزو السؤال رقم 12، علاش كنقلبوا هنايا؟ Servers may be replaced but never changed after they are deployed. يعني واحد الكلمة ولا واحد الادجكتيف مكون من تسعود ديال letters اللي فيها الام وفيها الال. لونسي الكونتر ديالنا وهنا تنقلبوا على immutable. immutable what? Immutable infrastructure. شنو كنقصدوا بها؟ هي واحد الكمبيوتر انفراستراكشر ذات كانوت بي تشينجد وانس ديبلويد. يعني اون فوا كتكريها ما تقدرش تموديفيها. وباش نيلستريو هذه الفكره هذه هما الكونتينرز، غنعاودو نرجعو ليهم مو واحد الجود اكزامبل. مثلا عندك واحد الكونتينر في الفي 1 ديالو، باش تقدر دير عليه واحد تشينج ما يمكنلكش تمشي تموديفيه، يا اما غتمشي تكري واحد جديد واحد الفي 2 كونتينر، اولا غادي ترجع تكري واحد بحال داك القديم ديالك غتسوبريمي تكري واحد بلاصتو اباز ديك ليماج دو باز اللي كريتي نتاعك. دونك ما عندكش حل واحد اخر، هذه هي اللي نقصدوا بها immutable infrastructure. السؤال رقم 13 اللي هو اخر سؤال، you define the desired state the system takes care of the rest. وعندنا هنا الاي والفي، والكلمه اللي تنقلبوا عليها مكونه من 11 الحرف. لونسي الكونتور ديالنا عاوتاني ونشوفوا علاش كنقلبوا هنا. هذه اس ناجكتيف اللي هي declarative what declarative APIs. هنا اللي كنعرفوا هو الابروش بروسيدورال، يعني كتعطي واحد الانستراكشنز لا ماشين ديالك ستيب باي ستيب. مثلا كتقول لك كرييت ا سيرفر، من بعد انستال دي سوفتوير، من بعد ميك ذيس تشينج ان سي دو سويت. هنا بويسكو ولا عندنا واحد البيزوان باش نقدروا نديروا هاد لي طرافو هادو بواحد الطريقه اللي اسرع واسهل، فكرنا في واحد الابروش اللي هي ديكلاراسيون. يعني كتديكلاري الاند ريزلت شنو بغيتي انت في الاخر كاع، كتقولوا بغيت تو سيرفرز. دونك غالبا كيفاش كنديروا كنديسكرايبوا هادشي في واحد اليامل فايل، واحد مانيفست فايل، وكتقول له شنو بغيت في الاخر. كما قلت لكم علاش نديروا هادشي؟ باش نسهلوا الامور على الناس ونربحوا شويه ديال الوقت. فوالا هنا سالينا الشبكه، ولكن التورك مازال ما سالاش. هادشي كامل كان غير توجد باش نحاولوا نكرييو واحد ديفينيشن ديال شنو هو الكلاود نيتيف اباز من هاد الكلمات كاملين اللي تصاوبنا في هاد الشبكه هادي. دونك هاد الاكزرسيس هذا داروه ناس قبل منا، يعني ماشي حنا اللي غنديروه دابا. هاد الناس هما كلاود نيتيف كومبيوتين فاونديشن اللي هو الاورغانيزم اللي تيجري تو سكي كلاود نيتيف. Je vous invite à aller lire la définition. Je ne vais pas bien sûr. Je ne vais pas lire la définition. Je vais vous dire que la chose cloud native is a development approach. Je vais vous dire que nous avons fait pour l'instant. ولكن هذوك التساؤلات اللي بقاو عندكم على شنو هو الكلاود نيتيف، انا غادي نجاوبكم عليهم بواحد الباترن اللي بازي على واحد الكتاب تيتسمى ستارت ويد واي. كاين واحد كونسيبت سميتو الجولدن سيركل اللي شرحوا لنا سايمون سينيك في هذا الكتاب. صراحه الله انا ما قريتش هذا الكتاب، ولكن تلاقيت مع واحد الناس اللي قراوه وهضموه وانسبيراوني باش نقدر نفكر بحال هكاك. وانا نوجه الشكر لعدنان الديوي، واحد السيد اللي تلاقيتو في الام سايز وفي اناكسيس موروكو، هذه واحد سيبا شحال ديال السنوات. دونك داك السيد قدر يوصل لي هذا الميساج مزيان، ولات عندي طريقه ديال التفكير تنخدم بها حتى انا. شكرا بزاف عدنان. دونك هنا بغيتك تركز معايا بزاف، ركز معايا حيت هذا هو اللوب ديال البريزنتيشن، خليك معايا موقف. دونك هنا غنجاوبوا على الواتس بور دي ريزون بيداغوجيك. هي في التفكير ديالنا خصنا نبداو بالواي، ولكن انا غنبدا بالوات غير باش نقدر نشرح لك الامور بواحد الطريقه مبسطه. دونك شنو هو الكلاود نيتيف؟ قلنا اتس ديفلوبمنت ابروتش، ولكن شنو تيعطينا البروميس ديالو؟ شنو علاش كنقلبوا في الاخر كاع؟ دونك الوات شنو الريزلتس ديال اللي خدمتي بالكلاود؟ شنو الريزلتس ديالك؟ عندك واحد السيستم كنعاود نفكر بانه الابليكيشن انفراستراكشر اللي مالو لوزلي كابلد كما شفنا قبيله، سكيلبل يعني تقدر تسكيلي، ريزيليانت يقدر يبقى خدام واخا كاين شي مشكل، مانجبل تقدر تمانجي بواحد الطريقه سهله وغابيد، واوبزرفبل يعني تقدر تجبد من الداخل من دوك الاوتبوتس ديالو تعرف شنو كيوقع فيه لداخل. اون بلوس ديال هادشي خصك تكون قادر دير واحد الهاي امباكت تشينج رابيدلي فريكوينتلي بريديكتيبلي اند ويذ مينيمال تويل في هاد السيستم هذا. اون بلوس دو سا هاد السيستم غادي تكرييه وترانيه في واحد المودرن اند دايناميك انفايرمنت اي كي اي كلاود. يعني شنو نهضروا على الكلاود هنا في هاد لوكا، يقدر يكون بابليك هايبريد ولا برايفت. دونك هادشي هو الوعد ولا البروميس اللي كيعطيك الكلاود نيتيف. دابا كيفاش نقدروا نوصلوا لهادشي هذا؟
هو اون يوتيليزون هادوك التكنولوجيز والكونسبتس والبراكتيسز اللي شرحت لكم فيهم اللي هما المايكرو سيرفيسز الكونتينرز سيرفيس ماش ايميتابل انفراستراكشر ديكلاراتيف اي بي ايز والاوتوميشن. وهاد لا ليست هادي ماشي اكزوستيف وفيناليزي ولا تقدر تزاد وتاميليور مع الوقت وتزادوا دي كونسبت اخرين ودي باراديم اخرين يا سيدي شويه. دابا السؤال اللي غنسولوا راسنا هو علاش هادشي كامل، علاش نصدع راسي انا اصلا، علاش بغيت داك السيستم لي اوبزرفابل ايتترا ايتترا. دونك واي دو يو نيد وات كلاود نيتيف بروميسز يو. اولا عاود سبيد، انا بغيت ليفري رابيدمون السوفتوير ديالي. سيفتي، بغيت ليفري رابيدمون ولكن غادي بالسرعه ولكن بالامان. ريلايبيليتي، داكشي نعطيك يكون فيابل. جلوبال اكسس ات سكيل، نقدر نكبر شحال ما بغيت، يعني 7 مليار اللي كاين في البشر طلبوا لي الابليكيشن ديالي نقدر انا نسيبورتي واخا اكزاجيري شويه. اند كونسيومر فيسين، يعني غالبا الابليكيشن تيكونوا انجيجمنت سيستمز اللي كيكون فيهم واحد انجيجمنت دايركت مع الكلاينت، ما تيكونوش دي زانترميديير اللي تخبى موراهم ولا شي حاجه. دابا هادشي كيعطيه لينا ولا هذا هو الواي ديال لي شوز، نقدر نلخصو فواحد الجمله هي ديليفر سيكيور سوفتوير ات سكيل تو مليونز اوف كاستمرز rapidly frequently and reliably. غير هو علاش اصلا انا محتاج نديليفري هاد السوفتوير rapidly frequently etc. يعني why really do you need this؟ علاش؟ ركز معايا هنا. اصلا خصك تامن واحد القضيه، سوفتوير از ايتين ذا وورلد. فيما تدور وجهك تلقى واحد الابليكيشن، تلقى واحد السوفتوير كي بخون بليزيور فوا. اوكي، هادي متفقين عليها مسلمه ما يحيدهاش الطبيعي. ثاني حاجه، العالم فين حنا عايشين، فما بالك بالماركت بليس ولا المارشي مونديال، از فولاتايل انسرتن كومبلكس اند امبيغوس. نقدر نعطي واحد المثال بسيط على هادشي، وفي كورونا بزاف ديال البيزنسز اللي تشقلبوا راسا على عقب بواحد البانديميك، يعني تقدر توقع اي حاجه. اي دونك انت في هذا العالم اللي وفي هذا المارشي اللي اي لحظه تقدر توقع شي حاجه، خصك تبقى تينوفي فاستر. يعني بزنس انوفيشن خصك ديرها ماس بي فاستر. يعني اشاك فوا تجيك شي فكره حطها تيستيها جرب خذ فيدباك ديال الكلاينت عاود اميليوري ايتترا باش تقدر تلقى راسك كتادابت تكون نيمبل وتكون اجايل بارابور لهاد لي شونجمون اللي يقدروا يكونوا في الماركت بليس ديالك. وهنا واحد القضيه، ملي كتبغي تينوفي تنقولوا شنو هي، هي غاتينوفي في السوفتوير، يعني غاتبرودويسي السوفتوير. دونك باش تينوفي فاستر خصك تبرودويسي السوفتوير رابيدلي فريكونتلي اند ريلايبلي تو مليونز اوف people. وهنا قبل ما نسالي جو بونس قربنا ياك محمد، انا قريب يس بزنس انوفيشن از نوت ان اوبشن از ذا اونلي واي تو سيرفايف. هاد الكوت هادي عجبتني صراحه، ما عقلتش تكون قريتها سوموير، ما عقلتش شكون اللي كان قالها، ولكن عجبتني بزاف بغيت نختم بها الواي ديالنا. دونك ذات واز ماي اون انديرستاندينغ اوف دي سي ان سي اف ديفينيشن، هادي الفهم ديالي انا، يقدر يكونوا ناس مختلفين ولا شي حاجه، نقدروا نديسكوتي ابري، ما عنديش مشكل. دونك هادشي اللي بغيت نبريزونتي لكم في هاد البريزنتيشن ديال اليوم. شكون انا؟ ادريس علاكي، استاذ في الام بي تي، كنتخلص باش انسبايري فيوتشر اي تي انجينيرز اون افونسي ساينس. اللي بغى يكونتاكتيني تقدر ديرها في لينكدين ولا تصيفط ليا ميل. وبغيت نقول شكرا لاي اتيودون قريتو، حيت بسببكم نتوما تعلمت هادشي كامل، وبسببكم نتوما كل نهار كنفيق الصباح كنمشي موشي في خدمتي باش نقدر انسبايريكم، بلا بيكم ما نقدرش ندير هادشي كامل. حاجه اخرى، كنتي كتقلب على كلاود نيتيف كونتنت في المغرب، ما كاين ما احسن من جيكس بلا بلا. بغيت نقول لكم شكرا بزاف، ماشي على بلا بلا كونف، مي على العام كامل نتوما كتعطيونا جود كواليتي كونتنت كل حد مع 8. شكرا شكرا بزاف. وبليان سور ما يمكنناش نساو الدراري عبد الفتاح وكريم، بغيت نقول لكم شكرا من اعماق القلب اللي كرييتونا كلاود نيتيف كوميونيتي جروب كازابلانكا كوميونيتي، اللي فريمون تديروا افور كبير بزاف. وبغيت الناس كاملين هاد الليله يمشيو يتابوناو في كاع لي ريزو سوسيو ديالهم كاملين، ويتبعوهم ويتفرجوا في فيديوهات القدامى وتلقاو الذهب تما وراسهم على كلاود نيتيف. حاجه اخرى، الى عجبك هاد التولك هذا وعجبتك هاد البريزنتيشن والمايند سيت اللي خدام به، تقول شكرا لواحد السيد اللي هو جلال. صراحه هاد السيد تفرجت له ثلاثه ديال التولكس، انسبايرني بزاف، خلاني ما تنعرفوش ما تيعرفنيش، ولكن خلاني نفكر بواحد الطريقه مختلفه، خلاني نفكر حتى انا ندير اون سينياتور في لي بريزونطاسيون ديالي، وتنتمنى تكون توفقت فيها اليوم. جلال راني ما نسيتلكش الماسك. اوكي، وحاجه اخرى، ما يمكنناش نهضروا في هذه البيريود هذه بلا ما نهضروا على كره الجلده. صدقه من قال كره ملؤه بالهواء او الحق الشراب. مور ما قريت حتى شي ديال الكتبه، ما بقيتش كنشوف كره بحال اللي كنشوف شحال هذه، مي بلوتو وليت كنقرا فيها دروس ديال الحياه. ودوك الدروس هذه الحياه اللي عطانا والد وعطانا هشام، ما يمكنش ما ندوز بلا ما نقول عليهم نقول لهم شكرا. واول درس هما عطاونا بزاف، وكي الدرس اللي بغيت نعقل عليه هو ضرب تمار وخدم غادي توصل ان شاء الله. شكرا بزاف، تنتمنى تكون عجبتكم التبوريده هذه، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد في سميتي مولانا. اوكي، شكرا بزاف دريس على التوك، وعلى الطريقه باش بريزونتيتي التوك كانت واعره بزاف. راه بزاف ديال الناس، بزاف ديال لي كومونتير الاخر ديال النهار بنا ندسيه، وهكا كاين بزاف ديال لي كومونتير، بزاف ديال الناس تفاعلوا معاك. شكرا بزاف، شكرا على الشهاده ديالك، الله يعطيك الصحه.